توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري مقابل 4.4% في 2017، ليكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي، التي توقع البنك طبعا أن تسجل نموا بمعدل 7%. وقال البنك في تقريره الصادر مؤخرا بعنوان الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال إن معدل النمو في الاقتصاد المصري عام 2019 سيصل إلى 5.6%، وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، ومنها تحسين القدرة التنافسية، وأن مصر شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي وتدفق للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.